دلوقتي يا صديقي احنا موجودين في ستور ام اند اتش، لان احنا عندنا عيد ميلاد. بس الستور ده مكانه فين بقى مدنز؟ قول للناس كده. موجود في الفردوس الاستثماري حدائق اكتوبر امام صيدليه شمس. احنا بقى النهارده جايين نكلمك على عيد ميلاد ام اند اتش. حلو الكلام. وعيد ميلاد ده بيتعمل كل سنه، بس السنه دي هو قال لك مش هتعدي عاديه، قال لك لا احنا مدنز ولبيب نيجي كده نخرب لكم الدنيا عروض. اليوم ده هيبقى يوم 29 دمار اسعار. حلو الكلام. في شويه اسعار وشويه حاجات موجوده هنا اقل من سعر الجمله، وتعالى نثبت لكم بالكلام ده. نثبت بقى ايه؟ تعالى اتفرج معانا ايه على عروض جامده قوي. يلا. الاتش 45 يا صديقي ب 2700 جنيه. الاتش 45 يا صديقي من جيج بيب ب 2700 جنيه، سعر مجنون. واي جهاز هيبقى معانا في اليوم ده من نيو ويل من كاليبرن هيكون سعر موحد 550 جنيه. من اكتر الاجهزه اللي عجبتني انا صديقي في العروض في جيج بيب عندك الماكس 100 يا صديقي، وده ب 2100 جنيه، سعر جبار جدا بالنسبه لتينتين المعروفه صديقي بسعر اكثر خرافيه. يعني ايه؟ يعني 2900 جنيه يا صديقي، اقل من سعر تسليمه جمله للمحلات حرفيا. الناس بقى اللي بتدور على التنكات ومش بتلاقيها في اي حته، احنا لقينا لكم شويه تنكات هنا، ومش بس كده لا ده باسعار كمان اقل من سعر جملتها. تعال اقول لك ايه اللي معايا. اي تانك من الثلاث تنكات دول عندك موجودين بسعر 1700 جنيه. تانك جيك فيب الزد ب 1500 جنيه، واي تانك ديد رابت سعره 1400 جنيه. تعالى بقى معايا في عروض فابريسو اللي احنا عاملينها برضو حاجات قوية قوي. تقدر تجيب يا صديقي العرض بتاع الالف جنيه، عرض الالف جنيه ده هتلاقي فيه النانو وهتلاقي فيه الاكس يا صديقي، اللوكس اكس، هتلاقي فيه الاتنين دول بالف جنيه. مش بس كده لا، هقول لك فيه كمان عرض الالف وتلتمية يا صديقي، وده البرو 1300 جنيه. ومعانا بقى ايه العرض الفاجر الاخير كده يا صديقي من وجهة نظري، وهو عرض الالف وربعمية جنيه. معانا معدتين اقوية جدا للناس اللي نفسها تدخل في الدي ال. معانا بقى الكتايه الحلوه دي من لوست فيب واللي سعرها 2000 جنيه، وده بره كل الاسعار اللي احنا ممكن نعرفها. اما لو ليك في الدي ال وعايز كتايتين محترمين عندك الاثنين دول ب 2500 جنيه. لسه مهرجان المدات والبودات يا صديقي لسه ما خلصش. معانا مثلا من بابريسو هنا الجين نانو، النانو يا صديقي ب 1800 جنيه، وده العرض الثاني معانا يا صديقي. اي جهاز من الثلاث اجهزه دول او اي كت من الثلاث كتات، لان دي كتات مش مجرد اجهزه، ب 2000 جنيه يا صديقي. يعني بنقول للغلبان يلا ايه تعالى فيه. والعرض بقى اللي فاجر من وجهه نظر يا صديقي وهو الارمور اس، بطاريه داخليه فول كيت حاجه كده من الاخر، وبكام؟ ب 2400 جنيه يا صديقي، كلام بوم من الاخر يعني. تعالوا بقى ما نتكلم على عيلة فوبو سريعا واقول لكم ايه العروض اللي مقدمينها في اليوم ده. دراج كيو 950 جنيه، ارجوس 40 1500 جنيه، اي دراج من الاثنين دول ب 1500 جنيه. الدراج اتش اي تي اس 1600 جنيه، الدراج اس 1800 جنيه، الدراج اكس بلس 2000 جنيه، الدراج الام 100 اس ب 2100 جنيه، دراج 3 2100 جنيه. خش على الارجوس الام كيت 2500 جنيه، واخر حاجه معانا الدراج 4 ب 2700 جنيه. الاسعار دي يا جدعان مش هتسمعوها تاني في اي حته. بالنسبه بقى لاهتمامنا يا صديقي بالكتات والمودات واللي انت شفته ده، لا احنا مش مهتمين بده بس، لا مهتمين كمان بكل الجوس المصري. اي جوس مصري يا صديقي، اي جوس مصري هتاخد عليه خصم اليوم ده 10%. مش بس كده لا، تعالى معانا كمان عيد ميلاد، يعني يصادف ان عيد ميلاد اوريجينال صوص هيبقى مع عيد ميلاد الستور، فهتاخد الخصم 20%. يلا خلي الفقيري فيه، خلي بص احنا نخلي مصر كلها في اليوم ده. ومش بس كده، انت عندك في اليوم ده اي ليكويد بريميوم موجود معانا في اليوم ده داخل الستور هيكون سعره فقط موحد 450 جنيه ايا كان نوعه. ودي شويه عروض وحاجات من اللي احنا هنقدمها لك يا صديقي يوم 29/11، وهيبقى فين؟ في ستور ام اند اتش في الفردوس الاستثماري امام صيدليه دكتور شمس. دكتور شمس عنده مضاد حيوي.